الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم: الإشادة بأهل التفضل والتميز. وقبل أن أدلف إلى الموضوع، أقول إن تعاليم الشريعة كلها طبعا توكيد للتعاليم، إن تعاليم الشريعة كلها جاءت من أجل مصلحة الإنسان. وكما يقول الإمام الشاطبي: إن التكاليف الشرعية كلها جاءت من أجل خدمة الإنسان، خدمته من حيث مشاعره. فما معنى أن تشيد بصاحب فضل وبصاحب يد بيضاء، أن تترك أثراً وأن تظهر نبلاً في سلوكك، قبل أن تتحدث عن كثير صلاة أو كثير صيام؟ فهذه العبادات كلها المحترمة والمقدرة والمطلوبة والمفروضة، حتى لا يفهم من كلامي أنني أقلل من شأني وشأوي العبادات الشعائرية. لأن هناك من يقول لك مثلاً إطعام جامع أفضل من بناء 1000 جامع، ولو كان يقصد هدفا نبيلا، لكن هذا يعطي بعض المتفلتين من التكاليف الشرعية ذريعة. ما أقصده أن العبادات الشعائرية تثمر نبلا وأخلاقا في السلوك مع الناس، لأن التكاليف كلها شعائرية أو تعاملية الأصل فيها أن تترك أخلاقا وأن تثمر أخلاقا مع الخلق. ما معنى التفضل والتميز هنا؟ الله عز وجل خلق الناس متفاوتين من حيث قدراتهم، ومن حيث مواهبهم، ومن حيث تفردهم، حتى على مستوى الأنبياء. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهناك رسل من أولي العزم، وإمامهم وقائدهم وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. حتى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف الفضل لأهل الفضل مع غير المسلمين ومع المسلمين. بادئ ذي بدء: تعالوا بنا نقرأ بيان الشريعة في مسألة الإشادة بأهل الفضل. قال الله عز وجل في آية لا تحتاج إلى كبير تفسير في سورة البقرة: ولا تنسوا الفضل بينكم. فالإنسان الكريم، والكريم عكس اللئيم، هو الذي لا ينسى الفضل ويكون نبيلا ويكون وفيا ويذكر الفضل حتى مع الخصم. إن وقعت بينه وبين أحد الناس خصومة ما هضمه حقه أبداً، وذكر ما فيه. وكان هذا من شأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان ينصف الناس كلهم، وكان يذكر الفضل لأهل الفضل حتى مع المخالفين. اقرأوا معي هذه الصور النبيلة من حياة سيدنا رسول الله الذي مدحه الله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول سيدنا محمد، اللهم صل عليه: إن من أمن الناس علي
كان يمكن أن يقول أنا رسول الله وأنا صاحب الفضل عليكم وأنا أكرم الخلق على الإطلاق وأنا وأنا، لكنه مع كونه رسول الله ومع كونه حبيب الله ومع كونه أفضل الخلق، لكنه صلى الله عليه وسلم كان ينسب الفضل إلى أهله. قال إن من أمن الناس علي صحبة في صحبته وماله أبا بكر. أبا بكر اسم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. ذكر سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ذا يد بيضاء وكان ذا منة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يذكر زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها في حديث يحفظه معظمكم، يقول عليه الصلاة والسلام نصرتني إذ خذلني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس. الآن الرجل تمكث المرأة عنده سنوات طويلة يقول ماذا فعلت، أو العكس تقول ماذا فعلت، تنسين كذا كذا، أنا صنعتك، أنا كل واحد سبحان الله. ذكر الفضل ما تألم أحد، على العكس تماما. إذا إنسان كان له يد بيضاء أذكر يده، هذه من أخلاق الإسلام، ولا يقدح في رجولتك ولا يقدح في عدالتك. الغاية من ذكر الموضوع أن نسقط إرشادات حياتية، يعني الفكرة من ذكر الإشادة بأهل الفضل أن نشير إلى أهله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ينسب الفضل إلى أهله. ذكرت لكم سيدنا أبا بكر، ذكرت لكم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وهنا ملمح أنا أريد أن أقف عنده قليلا. كثير من المشكلات التي تقع بين الأزواج بسبب الزوج يعير زوجه، الزوجة تعير زوجها، أنت ما أعطيتني وما رأيت منك خيرا قط وما قدمت لي شيئا وهو كذلك، وتقوم خصومات، مع أن الأصل أن الناس كلهم متعاونون وأن الله خلقنا ليخدم بعضنا بعضا، فلا يمكن ولا يتصور أن إنسان ليس له يد عليك أبدا، وهذا أعيد لا يقدح في عدالتك. فهنا أقول للرجل الحكيم الموفق المحمدي كن محمديا بنسبة الفضل إلى أهله. أذكر مثلا كيف كانت هذه المرأة بدأت معك وأنت ما زلت في سلمك الوظيفي أو المهني، بدأت موظفا صغيرا، تاجرا صغيرا، مهندسا صغيرا، إلى آخر ما احترامنا لكل المهن، ثم ما شاء الله وصلت إلى ما وصلت إليه. كانت معك هي السندة، كانت هي السندة، وهذا البعض من قال لا يجوز إن الله هو سند، لا الله هو السند، لكن الله عز وجل يجعل أسبابا. المهم إذن ينبغي أن ننسب الفضل إلى أهله. هاكم أمثلة أخرى، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي الآن نتفيأ ظلال ذكرى مولده وخصومات هذا بدعة وهذا سنة وهذا جاء، الأصل أن نذكر سيرته في كل وقت عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظروا إلى هذه الأسوة الحسنة، يقول سيدنا محمد كما في الصحيحين من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري، يقول إن الأشعريين قوم، صلى الله على سيد البشر وفخر ربيعة ومضر، إن الأشعريين قوم إذا أرملوا في الغزو، يعني قل طعامهم وافتقر عيالهم، جمعوا ما كان عندهم في مكان واحد واقتسموا هذا بينهم فهم مني وأنا منهم، يعني نسب الفضل إليهم عليه الصلاة والسلام، أن هؤلاء الكرام كان يحن الغني فيهم على الفقير، وكان لا يضن صاحب المال أو الطعام على غيره، على العكس إذا أصابتهم فاقة شكر لهم ذلك ونسب الفضل إليهم، قال هم مني وأنا منهم. بل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه سموا أنصارا لماذا؟ لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا أصحابه المهاجرين رضي الله عنهم جميعا. الأنصار قال فيهم عليه الصلاة والسلام
هم كرشي وعيبتي. كرشي يعني مكان ثقتي، وعيبتي يعني مكان سري. هم كرشي وعيبتي، تجاوزوا عن مسيئهم وأكرموا محسنهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن ننسب الفضل إلى أهله. هذه ثقافة هامة جدا، هامة جدا. ووالله الذي لا رب سواه، لو انتشرت ثقافة نسب الفضل، نسبة الفضل إلى أهله، لحلت كثير من المشكلات. لأن السلف كانوا يقولون جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. أحيانا أنت كثير من العمال على اختلاف وظائفهم في القطاع الخاص والعام يشتكي اللؤم وقلة الوفاء، يقول لك أنا قدمت زهرة حياتي وشبابي وقوتي وكذا، ومثلا صاحب العمل كان لئيما، كان ناكرا للجميل، أو الأصدقاء في العمل أو إلى آخره، يتألم. قال عبد الله بن المبارك: العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. صاحب النفس الأبية يتألم من اللؤم. أما إذا كنت ناسبا الفضل لأهله كنت متفردا. أرأيتم؟ إن الأشعريين قوم إذا أرملوا، صلى الله على سيدنا محمد، أي قل طعامهم وافتقر عيالهم، حن الفقير، حن الغني على الفقير، جمعوا طعامهم في مكان واحد فاقتسموه بينهم، فهم مني وأنا منهم. أرأيتم؟ سيدنا محمد يعلمنا ذلك. الخلاصة، هناك نصوص كثيرة في مسألة الفضل، والقصص عجيبة في مسألة نسبة الفضل. قد يقول قائل إن مسألة أن تكون نبيلا ليست كبسة زر كما يقال، هي ثقافة. عندما يرى الولد مثلا أباه أو أمه أو أخاه الكبير أو معلمه أو صديقه، يراهم كيف يذكرون الفضل، هنا يكون الإنسان نبيلا. سيدنا محمد، اللهم صل عليه، كلكم يسمع أو معظمكم قرأ في السيرة النبوية قبل الهجرة، قبل أن تأتيه ضيافة الإسراء والمعراج، تعرض له السفهاء في الطائف، وتعرفون القصة كيف ضربه السفهاء وسال دمه الشريف بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وآوى إلى بستان في القصة المعروفة، ودعا دعاءه الأثير والرائع: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، رحمتك أوسع لي، إلى آخر الدعاء. هنا موقف قرأه بعضكم أو لم يقرأه: رجل غير مسلم، غير مسلم، رجل غير مسلم اسمه المطعم ابن عدي. هذا الرجل غير المسلم أكرم النبي عليه الصلاة والسلام، وخفف عنه وآواه، ولولا أن الله جعله سببا لدرء الأذى عن سيدنا رسول الله في الطائف كانت مشكلة كبيرة. بعد سنوات، كم سنة؟ يعني قرابة 4 سنوات أو أكثر، بعد معركة بدر، كان في أسارة كما تعرفون أسرى، فابن مطعم ابن عدي اسمه جبير جاء يريد أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام في الأسرى، فقال له كلمة رائعة ينبغي أن تكون ورقة عمل في حياتنا أيها الكرماء. قال: لو كلمني أبوك مطعم ابن عدي فيهم لتركته لهم. لكن كان حكم النبي نافذا، يعني هذا جاء كلمه بعد ذلك. ماذا يريد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه كان وفيا، وكان ذاكرا للجميل، وذاكرا للفضل مع رجل غير مسلم، غير مسلم. جرير ابن عبد الله كان غير مسلم، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك يا جرير ابن عبد الله؟ قال: جئت لأسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بسط له رداءه وأكرمه، وقال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. فيقول سيدنا جرير: كلما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم. وفي قصة ولو كان سندها ضعيفا لكن معناها ماتع ورائع، كلكم يعلم أن من أكرم العرب
حاتم الطائي، أليس كذلك؟ حاتم الطائي عنده ولد عدي، وهذا من الصحابة رضي الله عنهم، وعنده ابنة اسمها سفانة، مات على النصرانية، عدي بن حاتم الطائي، عفوا حاتم الطائي، عدي صحابي رضي الله عنه وأرضاه. حاتم الطائي الرجل العربي الكريم الجواد الذي عرف بكرمه مات على النصرانية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ابنته كما تذكر كتب التاريخ والتراجم وقعت في الأسد في إحدى المعارك، فأنعم النبي عليه الصلاة والسلام عليها بالعتق، وقال الشاهد هنا ما يعنينا في موضوعنا، قال إن أباها صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، قال يحكي عن حاتم الطائي الذي مات غير مسلم، يقول انظروا إلى سيدنا رسول الله، يقول إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق صلى الله على سيدنا محمد. الآن البعض والعياذ بالله أخوك وصديقك وشريكك وحبيبك وقعت بينك وبينه خصومة، وهذا أمر طبيعي، ينكر كل شيء بل يسود الصورة وينشر الغسيل. بالمناسبة بمناسبة نشر الغسيل، الآية التي ذكرتها في بداية الخطبة قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه أين نزلت وفي من نزلت وأين موقعها في القرآن؟ تعرفون أو لا تعرفون، هذه الآية نزلت في أحكام الطلاق. كم من بيوت خربت بسبب أن المطلقة افترت وافتتأت على المطلق ونشرت أسرارا كذا بحجة أنها ترضي غرور، وافترت عليه كذبا وزورا وأنه كذا وكذا. الله قال ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا عن المطلقات، هذا بين المطلقين، فكيف بين الأزواج وبين الشركاء وبين أهل الفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكي عن رجل ليس مسلما وكان مات على الكفر، وقال عليه الصلاة والسلام إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. حليمة السعدية التي كانت ترضع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أين؟ من هوازن. لما معركة حنين جاءوا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خرج في هذا الوفد من هوازن، الشيماء أخته في الرضاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنعم على الجميع لأنه ما نسى الفضل لهؤلاء. أين نحن من ذكر الفضل لأهل الفضل؟ قالت العرب لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، أهل الفضل يقدر الأمر قدره. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأجلس معكم إن شاء الله تعالى في درس الجمعة حتى أفصل لكم حديثا عن نسبة الفضل لأهله. توجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم، سلوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها، واجعلنا من الشاكرين لفضلك ولأهل الفضل برحمتك يا رب العالمين.
أعطي كل واحد منا سؤله، واقضي لكل واحد منا حاجته، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف المهمات، يا شافي الأمراض، يا دليل المتحيرين، ويا غياث المستغيثين أغثنا. توكلنا عليك يا رب العالمين، ونفوض أمورنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً، وسائر بلاد العالمين. وفق رئيس الدولة شيخ محمد بن زايد ونائبه شيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد. نسألك إيماناً كاملاً ويقيناً صادقاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً وشفاءً من كل داء، وشفاءً من كل داء، وشفاءً من كل داء. اللهم إنا نسألك العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية. اشف وعافي جميع مرضى العالمين، ارفعهم إلى العافية، وامسح عليهم بيمينك الشافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.